السلام عليكم الخوت ديالنا الاخوات ديالنا معكم عبد مع الهادي عقارات بلادي ولاد سعيد قليل سطات عندي لكم واحد الجديد طاع أول هو اليوم 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 تبارك الله صورت لكم اليوم جديد تبارك الله واحد خمسة الهكتارات اليوم واحد المرأة هي معانا تبارك الله اللهم بارك أحد آه، واحد خمسة القطارات زوينين داخلين على الشاندي كولوميط وشي متر تيرس واطية زربية مخيرين ملاح خدمة تبارك الله للدجاج جاو شوية بعاد من السكان شوية واحد الكولوميط مبرعين من داكشي آه، زوينين ملكيتهم حرة تبارك الله اللهم بارك هاد الطريق عندهم في التيتر داخل على الكولوميد و400 الثمن ديالهم الثمن ديالهم 11 مليون للهكتار قالت هي 12 وعبطنا حيدنا له واحد المليون قلنا له قولها 11 خمسه القطارات 55 مليون جمله قرجه تبارك الله محتاجة للبيع باغي تبيع مولاتهم تبارك الله بليده زوينه مخيره مليحه ولاد سعيد داخل على الشانطي بحال مية أربعمية متر تبارك الله اللهم بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته